اول صحيح كان في محاولات والخطأ القاتل الخطأ القاتل كافايرو اللي بيأتي بخطأ قاتل عشان يسجل ريبيتش هدف المنتخب الكرواتي الاول في هذه المباراة. حارس المرمى ويلي كافايرو لا يملك الا 5 لقاءات دولية بعد اصابة روميرو، يقع في خطأ فادح، واي خطأ يأتي هنا في هذه اللقطة عشان يسجل هدف في الدقيقة 53. اللاعب انتي ريبيتش هو تاني اهداف الى مودريتش. الكروات بيقسموا على المنتخب، ودي كورة هو بيحسن دايما مودريتش، عزز الفوز وعزز الانتصار بهدف تاني من ركلة جزاء في مباراة نيجيريا، يرفع رصيده الى هدفين ويسجل مودريتش في وقت قاتل، واي وقت نجم الريال يسجل في مرمى المنتخب الارجنتيني بقيادة نجم البرسا. ابعاد اخرى المباراة، اي ابعاد، اي متعة. كرواتيا في هذه اللقطة تأتي بالهدف القاتل، هدف قد تفعلها هنا، ودي كوفازيتش بالثلاثة. راكيتيتش امامنا هنا ينهي الامور، يحسمها تماما. ريبيتش في الدقيقة 53، مودريتش في الدقيقة 51، راكيتيتش في الدقيقة امامنا اهو الاولى من 4 دقائق وقت بدل ضائع، في تكرار بما حدث من انهيار امام الاسبان في لقاء ودي لم ي...